يشارك رئيس الوزراء الدكتور عبد الله نسور في القمة الإسلامية التي تنطلق أعمالها في القاهرة غداً تحت عنوان العالم الإسلامي تحديات جديدة وفرص للتنمية، ويرافقه في الزيارة وزير الخارجية ناصر جودة والأوقاف عبد السلام العبادي. أكد الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب حسين بني هاني لرؤية أنه لن يتم استخدام البطاقات الانتخابية التي تم الاقتراع بها يوم 23 من الشهر الماضي في الانتخابات التكميلية المنوي إجراؤها لمن الشاغر النيابي في الدائرة الثانية في العاصمة عمان. توجه 1,700,000 طالب وطالبة اليوم إلى مختلف مدارس المملكة الحكومية والخاصة والعسكرية ووكالة الغوث لبدء الفصل الثاني من العام الدراسي 2012-2013، وفي سياق متصل تعلن وزارة التربية والتعليم نتائج الثانوية العامة منتصف الشهر الجاري. تطرح الحكومة الإسرائيلية عطاءً لبناء 40 وحدة سكنية استيطانية جديدة في مستوطنة أفرات في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية، كما أخطرت سلطات الاحتلال اليوم عشرات العائلات بهدم منازلها في مناطق الأغوار الشمالية في الضفة الغربية.